طاب توقيتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين بالتزامن مع أنباء بشأن وجود محادثات بين أحزاب السلطة التي تحاول تمرير مرشحيها والالتفاف حول مطالب الثورة، فيما أكد المتظاهرون رفضهم القاطع لمحاولات خلق الأزمات في البلاد وزجها في صراعات إقليمية ضمن مبدأ تصدير الأزمات. نبحث ذلك مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بك دكتور. حياك الله دكتور سمير. وأرحب بضيفي عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، سيتم الاتصال بها فيما بعد، يبدو أنه لم يتم تأمين الاتصال إلى الآن. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. إذن نبدأ هذه التغطية الخاصة معك دكتور رافع. دكتور رافع، يعني دعت الميليشيات باقتحامها السفارة الأمريكية وهو الحدث الأبرز، أنها يعني تحافظ على سيادة العراق، تدافع عن سيادة العراق. إلى أي مدى ترى أنها يعني بفعلها هذا فعلا تدافع عن سيادة العراق؟ أليست سيادة العراق منتهكة منذ العام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم دكتور سمير. هذه قضية سيادة العراق يعني عبارة مطاطة وغريبة عجيبة. يعني أنا أذكر أنه أحد الرؤساء الذين تولوا الرئاسة بالعراق من عام 2003 لحد الآن، يعني عندما رفع العلم الأمريكي على السفارة الجديدة الأمريكية قال عادت السيادة للعراق. واحد الآخر قال ما أعرف إيش صار يا حدث، قال عادت السيادة. هاي السيادة القضية تعود وتري، كنا وهي ثوب مطاط يبدو يعني يلائم كل الأوضاع، ومتى ما أرادوا أن يتحدثوا عنها قالوا السيادة موجودة والسيادة مخترقة والسيادة غير موجودة. فقضية السيادة الحديث عنها غريب عجيب. الثوار الذين خرجوا من 1 تشرين لغاية الآن وبالشوارع صار لهم 3 أشهر وقدموا خيرة الشباب وقدموا هاي التضحيات، يبحثون عن السيادة، يبحثون عن وطن. عندما يقولون نريد وطن، إذا وطن غير موجود، وعندما يكون الوطن أسير، عندما يكون تحت إمرة قوى غير مرغوب فيها أن تحكم العراق، إذا الوطن غير موجود. والوطن عندما لا يكون موجود لا سيادة متوفرة ولا استقلال موجود. هذا حقيقة، هذا واقع الحال. فبالتالي خرق السيادة وتحصيل السيادة، ميليشيات يعني أن تطالب أنت بخروج الأمريكان وتتظاهر ضدهم منطقي، لكن بأي دوافع؟ إذا كانت دوافعك وطنية وعندك مشروع وطني وأنت تريد سيادة العراق فعلا، تستحصل سيادة العراق واستقلاله، وهي غير موجودة فعلا. العراق يعني فاقد للسيادة، فاقد للاستقلال من عام 2003 لحد الآن. فإذا عندك مشروع وطني وأنت هتافاتك وطنية وتوجهاتك وطنية وفكرك وطني ولديك هذا المشروع الوطني، نعم أنت تطالب بخروج الأمريكان ومنع التدخلات، والتدخلات بكل صنوف وأشكالها. يعني أنت لا تطالب بعدم تدخل الطرف الفلاني، لكن تسمح الطرف الآخر أن يتدخل، وأن لا تكون وطنيا وتهتف بهتافات مطلوبة من قوى خارجية من إيران، وانت تتحدث عن على ذكر الهتافات دكتور، عذرا للمقاطعه، يعني بعض عناصر الميليشيات الذين حاولوا اقتحام السفاره الامريكيه هم هتفوا بهتافات غريبه، يعني يهتفون يعني امريكا بره بره، ايران تبقى حره. هذا نعم موجود وموثق، يعني حتى تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. نعم هذه جزء من عندها. يعني عندما يكتبون سليماني قائدي ماذا يقول؟ سليماني قائدي، نعم يعني قاسم سليماني قائد عراقي، قاسم سليماني قائدي، وغيرها من الشعارات والهتافات. واضح انه حتى تسمية الشيطان الأكبر هذه تسمية إيرانية،
تسمية إيرانية أطلقها الخميني والكل في القضية. أنت لديك برنامج، لديك توجهات من دولة أخرى تريد بها أن تقف يعني في صراع مع دولة أخرى، أنت تريد، أنت أداة لتنفيذ صراع بين دولتين على أرض العراق، وتريد أن تشوش على التظاهرات والمطالبات الحقة، وتريد أن تشوش على ثورة كاملة وعلى دماء الشهداء وعلى تضحياتهم وعلى وجودهم وعلى مطالبهم الحقة، تريد أن تخلط الأوراق وتبقى هذه العملية السياسية التي جاءت بك والتي وضعت أقدامك على الأرض واللي تدعمها إيران واللي جعلت من الميليشيات سيدة العراق. النقطة الأخرى في هذه التظاهرات وهي جزء مما أحدثته الثورة. الثورة واحدة يعني مما حققته الثورة من النقاط الكبيرة التي حققتها الثورة أنه أسقطت كل الأقنعة. فأسقطت أقنعة كل هؤلاء الذين بالعملية السياسية، وأسقطت القناع الكبير للعملية السياسية بأحزابها وقواها وكل شخصياتها، وأسقطت قناع هذه الميليشيات التي تدعي وطنيتها وتدعي أنها تحارب من أجل العراق والعراقيين وأنها مخلصة للعراق. هذه الكذبة الكبيرة. كشفت تبعيتها لإيران في قضية السفارة. واضح كانت ميليشيات تهتف بهتافات غير عراقية، تريد التضبيب على قضية، وتهتف بما يعاكس التظاهرات، وتسمي المتظاهرين، تسمي الثوار من أبناء العراق أبناء السفارات. ويعني من الأشياء المضحكة جدا والمعيبة جدا أنه في دخولهم هم لم يصلوا إلى السفارة طبعا. هذه كل الحديث اللي جرى في استعلامات في مكاتب للحرس، هذه القضية اللي حرقوها وهذه اللي فعلوها، نشروا قوائم تقول إنه هذه القوائم لأسماء وضعوها هم يستلمون إعانات من السفارة الأمريكية. لاحظ هاي الميليشيات نشرت قوائم على أساس أنها حصلت عليها من السفارة بدخولها إلى السفارة، لم تدخل السفارة، وحصلت على قوائم بها أسماء، هذه تصرف لهم السفارة فلوس بطريقة مضحكة ومعيبة. إذن هي محاولة لتشويه التظاهرات فعلا. نعم. هي أولا لإلهاء الناس، لفت الأنظار، وهاي واحدة. نعم. ولخلط الأوراق وصولا إلى فرض حالة رئيس الوزراء الذي يريدونه، وبقاء العملية السياسية والقضاء على التظاهرات. هذا كل القضية. وهو صراع أمريكي، هاي مناكفات أمريكية إيرانية على أرض العراق، وبالتالي على أبناء العراق أن يدفعوا الثمن. وهؤلاء الذين دخلوا يعني مو مواطنين، ذول لابسين ملابس مرقطة، ملابس قتال، ملابس الحشد، ملابس ميليشيات، ومعهم قادتهم بالميليشيات، ويهتفون هتافات مؤيدة لإيران، وإيران تقول يعني إحنا ما لنا علاقة. من له علاقة إذن؟ هذه القضية جزء من رسائل أرادت إيران توجهها للأمريكان على أرض العراق. هذه كل الحقيقة. هذه إيران، أمريكا قصفت معسكرات للميليشيات، ميليشيات تابعة لإيران، أرادت إيران أن توجه رسائل إلى أمريكا، لكن كل هذا يجري على أرض العراق وعلى أهل العراق وعلى العراق كمنظومة اجتماعية وإنسانية وتاريخية وحضارية. ندفع الثمن، يدفع الثمن ثمن هذا هذه الغوغاء وهذه التصرفات الغريبة عجيبة من أجل عيون إيران ومن أجل الولي الفقيه. ويجب أن تحترموا هذا القضية لأنه إحنا نمثل الشعب العراقي. نعم. أنتم لا تمثلون العراق ولا تمثلون الشعب العراقي. اسمح لي دكتور رافع. نعم. أن أرحب بالدكتورة ذكرى عبد الصاحب، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. مرحبا بك دكتورة ذكرى. مرحبا بكم وبقناتكم، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتورة. يعني ما هي ردود فعلكم يعني أو رؤيتكم لمحاولات لفت الانتباه عن ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام؟ هذه الثورة التي قامت الميليشيات والقوات الحكومية بمحاولات قتلها، بقتل المئات وكذلك جرح عشرات الآلاف منها، ويعني إقامة تظاهرات معاكسة لها، يعني ضد أو محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ودخولها والحصول على قوائم ومحاولة تشويه تظاهرات ثورة تشرين. رؤيتكم للفت الانتباه
عن التظاهرات الحقيقية ضد النظام الفاسد في العراق. نعم، نحن في كل يوم نشهد سيناريو منذ الثمانينات ولحد الآن يوميا نشهد سيناريو من دول الجوار والدول الأخرى، الدول العربية. احنا لا ندري ايش امريكا شو تريد بالضبط، احنا نعرف يعني نعرف شو تريد بالضبط، لكن هذه الالاعيب مو بيناتهم، انا ما شايفه انه دولتين تتعارك على دوله اخرى، انت وجيرانك تروح تتعارك على جيرانك الثالث، انا ما شايفه هيك شيء، لو امريكا فعلا تريد تصفيه ايران تصفيه اوراق معهم، كان راحت في اراضيهم او كان ضربت الميليشيا اللي عندهم او ربما دخلت في حكم الملالي اللي هم ايضا بياذون الناس بيضربوهم. ليش امريكا بدها تجي تضربهم عندنا؟ وليش هالسيناريو السيناريوهات يعني دخلوا للسفاره بشكل غير ما نعم نعم دكتورة ذكرى متظاهرين حتى طيب. حتى يعبرون على تظاهراتنا. نعم. نعم دكتورة، يعني شاهدنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعني معظم هتافات الميليشيات امام السفارة الامريكية، ايران تبقى حرة، امريكا برا برا، ماذا يعني ذلك؟ يعني على اعتبار ايران راح تاخذ العراق وخلص منتهى وما حد يقدر يتدخل بينا، يعني هذه الرساله اللي ايران بدها تقولها وتقول لهم احنا نتوسع بالمنطقه، انتم ما لكم علاقه، احنا منطقتنا على اعتبار كمنطقه اقليميه ايران تتحرك من خلالها وخلص، هي اخذت العراق وخلص، ربما تاخذ حتى السعوديه واخذت سوريا واليمن ايضا، يعني حتى بحيث كاتبين اكو قطعه طلعت على سفر كاتبين الحوثي مره من هنا. زين على اساس شنو علاقتنا بالحوثي؟ احنا بلد مستقل المفروض ان حدودنا وان ان سيادتنا كوطن كبلد. على اساس يدخلون هذول ويطلعون؟ فمعناته انه ايران تريد كسر خشم للكل مثل ما يقولون، كسر الخشم للكل انه انتم ما لكم علاقه، احنا كيف نتصرف؟ احنا ان اجندتنا وان سيناريوهاتنا وان موقعنا بالمنطقه واحنا كيفنا نتصرف بهالشكل هذا؟ الناس الضعفاء، يعني احنا زين دخلوا هذول للسفاره حتى تنكشف للراي العام العالم وايضا للشعب العراقي اللي هم مصدقين بيهم انه هؤلاء لا اخلاقيات عندهم وناس ما مؤدبين وناس ما يعرفون شو يريدون بالضبط، مجرد تنطيهم درهم. في ردود فعل للثوار قالوا بان هؤلاء هم لا يمثلون العراق ولا يمثلون تظاهراتنا، في تظاهرات معاكسه في محاوله اقتحام السفاره الأمريكية، وهناك يعني الكثير من الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الثوار لهذه التظاهرات التي قامت بها الميليشيات المدعومة من إيران. نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو حيث هتافات المواطنين وهتافات الثوار كلها رافضة لهذه التظاهرات التي ظهرت في محاولة لاقتحام السفارة الأمريكية، وأن هؤلاء بحسب ما يقول ويهتف المواطنون لا يمثلوننا. نتابع. إذن شاهدنا هذه الهتافات التي أطلقها المتظاهرون متظاهرو ثوار تشرين في بغداد وفي المحافظات الجنوبية، والتي تظهر مؤشرات على تصاعد
الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني وللميليشيات التي تدعمها إيران، ومن بين هذه الهتافات التظاهرات تكون في الساحات وليس أمام السفارات، وكذلك أيضا لا أمريكا ولا إيران. ومثلما تابعنا أن هذه التظاهرات الشعبية هي رافضة لكل أنواع التظاهرات التي تنشئها إيران أو تقوم بها عن طريق ميليشياتها ودرعها في العراق. كيف تعلق دكتور على هذه الفيديوهات التي عرضناها قبل قليل؟ ما دمنا نتحدث عن الفيديوهات، وأنا قلت لك قبل قليل أنه واحدة من منجزات هذه الثورة المباركة أسقطت الأقنعة. كانوا يتحدثون طوال 17 سنة، ما يقرب من 17 سنة، يتحدثون عن أنه إحنا بنينا نظام، بنينا جيش وقوى أمنية مستقلة، أجهزة، لدينا 17 جهاز أمني، 17 أو 14 جهاز أمني كثير من الأجهزة الأمنية، لدينا قوى وهذا جيش كذا. لاحظنا واحدة من الفيديوهات اللي تحدث عنها، اثنين من الرتب العالية من أبناء الجيش يتوسلون بالميليشيات. هذه واحدة من اللقطات المعبرة اللي تدل الدولة الآن والحكومة، حكومة ميليشيات أم حكومة دولة ميليشيات؟ دولة ميليشيات فعلا، لأنه هذه الرتب العالية، ضباط برتب عالية، عميد، يتوسلون بواحد ميليشياوي من أجل أن يستمع إليهم ويقبلونه ويترجونه بكل العبارات الطيبة من أجل عودتهم. يعني هذه لم تحصل، يعني إذا كانت قوى عسكرية وقوى والدولة مو ميليشياوية، هذه ميليشيات داخلة متظاهرين، كيف تسمحون لهم بالدخول إلى المنطقة الخضراء؟ ما المتظاهرين صار لهم 3 أشهر، جسر الشهداء ما قدروا يعبروا ضربتوهم بالقنابل، جسر الأحرار ما قدروا يعبروا ضربتوهم بالقنابل، قتلوا قناصة وقتلتوا أكثر من 1000 واحد قتلتوا، جسر الجمهورية قاطعي وقواتكم وراها ومدججين وبس عيونهم من بينه وأسلحتهم كلها وطائراتكم تصور فوقهم وميليشياتكم تخطف من عندهم وتقتلهم. طيب شلون دخلوا هذولا؟ دخلوا بطريق، إذن هذه الدولة مختطفة، دولة ميليشيات، ليس لها علاقة بدولة ونظام ديمقراطي وحكومة ورئيس وزراء، هذه كلها مملوكة للميليشيات، هذه الحقيقة. وهذا يثبت أن الثوار على حق، من خرجوا يطالبون بوطن، لأنه فعلا الوطن العراقي مختطف غير موجود، أسير عند هؤلاء. ألافت يا دكتور رافع أن الثوار هم يعني خرجوا لإسقاط النظام، المطالبة بإسقاط النظام. هذا النظام قامت بصناعته الولايات المتحدة التي تطالب إيران بضرورة احترام سيادة العراق، وخامنئي بدوره وإيران والنظام الملالي يطالب أمريكا بضرورة احترام سيادة العراق. ما قلت لك أنا يعني قضية سيادة العراق واستقلال العراق هذه كلمة مطاطة، وهذه لعبة، وهذا ثوب مطاط يا اللي يريد يلبسه، وبأي وقت يتحدثون عنه بطريقة مثل الدستور العراقي، نفس القضية، كل العبارات غير صحيحة، كلها مخادعة، كلها كذب، غير موجودة. كل العبارات، استقلال العراق، العراق المزدهر، العراق الموحد، الديمقراطية، الحرية، كلها كذب، كلها غير موجودة. فلذلك الثورة تثبت يوم بعد يوم، هؤلاء الشباب الحلوين اللي قدموا التضحيات الكبيرة ويعدون بتقديم كل التضحيات، هؤلاء يثبتون في بثورتهم يوم بعد يوم، من أقصى الجنوب إلى بغداد حقيقة، من البصرة إلى الناصرية إلى العمارة إلى النجف، كربلاء، الكوت، الديوانين، كل المحافظات تثبت، بغداد يثبتون أن ثورتهم مباركة، ثورة حقيقية، وأنها يعني خرجت من أجل الحق. هذه الحقيقة، هؤلاء بتصرفاتهم بالأقنعة التي سقطت تثبت أن الثورة على حق، وأن هؤلاء على حق ويجب أن ينتصروا، والحق دائما ينتصر. هذه الحقيقة، يعني هؤلاء مهما فعلوا فإنهم يفضحون أنفسهم وفضحوا نفسهم، سبحان الله. هذه العملية أرادوها رسائل، إيران أرادت أن توجه رسائل إلى المتظاهرين، طبعا جزء من الرسائل التي أرادت أن توصلها بهذه الميليشيات التي هاجم السفارة الأمريكية إلى المتظاهرين وإلى أمريكا، وإلى وهم كلكم تخادمتم أنتم الميليشيات وأمريكا وإيران من أجل أن تبقى العملية السياسية التي دمرت العراق وسرقت أمواله وأفسدت بالناس وجعلت الميليشيات والعصابات تتحكم بالعراق وتخطف للوصول إلى أن يخطف
مدير عام بالداخلية بوزارة الداخلية برتبة اللواء ينزلوه بالشارع وخطفوه ولا أحد يستطيع، ورئيس الوزراء يطلع يناشد إطلاق صراحة، من تناشد لا نعرف، خطفون الناس وقتلوهم ويعذبوهم، خطفون ويتهمون الناس ولا يطلعون قوائم لقيناها بالسفارة، أي سفارة هذه اللي تلقون بها قوائم؟ عيب عليكم، عيب هذا المنطق. تستمر محاولات تشويه الثورة. دكتورة ذكرى، يعني نستطيع القول أن يعني قوى السلطة، الطبقة السياسية، الميليشيات المدعومة من إيران قد فشلت في إيجاد بديل عن الثورة التي نادت بإسقاط النظام ونادت بوطن وبتحرير العراق من الأجندات الإيرانية. حقيقة أعتقد لاحظت أنه التظاهرات، تظاهراتهم ليست مثل تظاهراتنا إحنا أهل الثورة، الناس اللي عندنا يعني عندنا منطق أن نريد حق، نريد يعني نريد وطن، بينما هم يعني وكأنهم يمثلون حتى الـ 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 يعني الدخانات اللي انضربوا بها، أولا الدخان ما يأذي، تلاحظوا يعني ما تأذى ولا قحة ولا أبد ولا يعني كأنه يمثلون الفد على مسرح بالضبط. وبنفس الوقت الدخانات اللي انضربوا بها ما خطرة مثل اللي احنا انضربنا بها، كلها شفنج، وكانت شتافاتهم يعني غير واقعية، يعني ما تقتنع بها، في حين احنا يعني تظاهراتنا وكتاباتنا في كل المحافظات لاحظها جدا نظامية، وبها يعني حتى شعراء بدوا ينظموها، بها إيقاع وبها لحن، وأحيانا على مستوى أغاني قام يعني يلحنوها بنفس الوقت يعني. فالمهم هؤلاء هم يد الدولة الطولة، يعني انه هسه فهمنا احنا إيران والبرلمان وعموم الحكومة والميليشيا كلهم واحدة، كلهم واحد، وهو الطرف الثالث هو اللي يريد يفلش بلدنا. يعني هذه التظاهرات، هذه التظاهرات هي تظاهرات الطرف الثالث، هل نستطيع القول ذلك؟ نعم بالضبط بالضبط، نعم احنا التظاهرات العراقية حقيقية نابعة من صميم العراقي، من 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 داخل العراقي، من مشاعره الحقيقية، في حين هم لا، هم جايين كمرتزقة، كل من جاي بذاك المبلغ اللي يدفعوا لهم اياه، شوف شلون موقع مسؤولية مبلغ شيت، وبحيث بدوا يعني جندوهم حتى يقتلون اولادنا، زين شنو ذنبنا احنا تقتلون بلدنا؟ شنو تردون من بلدنا؟ زين بعدين انتم الدوله الحكومه اخذتوا بما يكفي وما يزيد لكم، حتى يكفي خلونا نعيش بكرامه، اخذتوا اللي تردوا، يعني خلونا نترحم على الاحتلال. فقه هسه اكو ناس يقولون يا ريت تبقى امريكا لو كان الاحتلال هو سبب في كل ما جرى، هو سبب في كل ما جرى للعراقيين. تظاهرات الميليشيات امام السفاره الامريكيه الملاحظ أنها بضع مئات، بينما التظاهرات ثورة تشرين كانت بعشرات الألوف، مع ذلك قامت القوات الحكومية والميليشيات بقتل المتظاهرين بشكل وحشي، وحتى العالم كله استهجن عمليات القتل هذه. يعني من وجهة نظرك، يعني نستطيع الآن القول بأن إيران يعني بمحاولة اقتحام السفارة بهذا المشهد على خشبة السفارة الأمريكية ربما كانت الخطوة الأولى لمحاولات إفشال ثورة تشرين؟ بالضبط، نعم بالضبط، بالتأكيد. يعني ولن تستطيع إفشال هذه الثورة. نعم نعم بالضبط. هؤلاء صراحة هي إيران منو قدرت على منو قدرت؟ ما قدرت على الوطني، ما قدرت تشتري ضمير الوطني، اشترت ناس هذول الضحلين اللي هم بحاجة، اجوا من مكان ضحل، من مكان بفقر حادق، يعني بفقر حب اللعنة، اشترتهم كم مبلغ، سوتهم أوادم، لبستهم بدلة عسكرية وقالت لهم روحوا قتلوا أهلكم، هالشكل هذا، هي هذا هو المنطقة اللي يقول هيك، والصورة اللي تظهر بها. فإيران جندت هؤلاء في سبيل أنه تنفذ أجندتها بالعراق. هؤلاء هم كلهم مرتزقة ومتخلفين إلى أبعد الحدود. تصور واحد يجي لاوي، أعتقد بالتأكيد شفتوا هذه الصورة، أنه يجي لاوي الحديدة مكتوب عليها turn on، زين شنو علاقة هذه؟ يعني استدير أو لا تستدير منها، no turn on، مو no turn you، يعني لا تستدير منها. فهذا قاعد دا يلاويها ودا يتعارك ويا الحديدة، زين هذا شلون راح يبني بلد؟ هذا إذا أخذ البلد ايش راح يسوي بيه؟ وإذا لزم البشر اللي هم ضده ايش راح يسوي؟ إذا هو الحديدة ايش كتلهم وعوجهه؟ زين شو يسوي للإنسان؟ هؤلاء قدرت أن تشتري مخهم، تشتري تفكيرهم ودخلهم للعراق من جديد، خسرت أدمغتهم ورجعتهم للعراق حتى يقتلون أهله ويبقون خياراتهم. نعم. دكتورة ذكرى، في آخر ردود فعل الثوار على الحراك السياسي عن طبقة سياسية ومحاولاتها يعني تمرير شخصية من داخل الطبقة السياسية مشاركة بالعملية السياسية لرئاسة الحكومة،
ماذا بشأن ذلك؟ حدثينا عن هذا الصمود للثوار بإصرارهم على رفض هذه الشخصيات. استاذ احنا هدفنا ليس الشخصيه هذا او شخصيه او شخصيتين، احنا لا نريد كل النظام، انه هم يلعبون بورقه خسرانه يحاولون يكسبون وقت. المتظاهرين شنو يريدون؟ عارفين العراقيين شنو يريدوا؟ احنا مريد هاي الطغمه السياسيه كلها من اصلها لنهايتها، كلها مريدها، لا هي ولا ميليشياتها ولا ميليشياتها ولا الناس اللي يدفعوها لنا. فكلها هاي العمليه برمتها احنا مرايديها، وايضا حتى تغيير الدستور وتغيير المفوضيه العليا للانتخابات، تصور المفوضيه العليا طلعوهم اسماء على اعتبار ذولا ما معروفين ما تابعين للجهات الحساب. بينما هم في صميم العمليه هم نفسهم اللي كانوا يقاضون ولدنا واللي كانوا ياخذون دفتر الواحد على مود ليعدمه، دفتر يطلع ارهابي بدفاتر هم هذولا، زين حتى لين عدم الارهابي ياخذون منه كم دفتر؟ 10 دفاتر، 20 دفتر، 100 دفتر، تصور حتى لين عدم حتى يطلع لين هو قاتل ومجرم وشيء مع شرط الاصرار. زين فهؤلاء كلهم برمتهم احنا ما نريدهم، ما نريد يبدلون يوميه جوكر مخلينا يخلون هذا ويخلون هذاك، ما نريد اي واحد لا رئيس جمهوريه يبدلون ولا رئيس وزراء ولا احد، كلهم خليه يطلعون شنق على قوات مقتدى، ومقتدى وياهم على الواحد. زين هذول كلهم احنا ما نريد هؤلاء، ما نريدهم يحطون مقتدى وياهم على الواحد. تتوقعين أن تتصاعد أو يتصاعد زخم التظاهرات دكتورة ذكرى في ضوء تعنت يعني الطبقة السياسية على عدم تلبية مطالب المتظاهرين؟ سؤالك راح عن الصوت بس تلبية يعني هناك تعنت من الطبقة السياسية لا يريدون تلبية مطالب المتظاهرين، مطالب المتظاهرين إسقاط العملية السياسية، إسقاط النظام، وهذا الشيء يعني كيف يلبي المنطقة الخضراء والسياسيون والطبقة السياسية والميليشيات مطالبهم إذا كانت مطالب التظاهرات هي إفشال كل شيء جاءت به أمريكا وكل شيء دعمته إيران؟ تتوقعين أن يزداد زخم التظاهرات، تتصاعد التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام؟ نعم بالتأكيد، ما طول إحنا طولنا هالفترة هذه، وبما أن هم متمسكين بالفرس صعب، أنه مو سهل يطلعون، معناته راح حياه اكثر، راح ياذون الناس اكثر بالاخص، واولادنا هسه يوميا مختطف فيهم ويوميا قاتلين من عندهم الميليشيات مالتهم المجنده. نعم. هم يضغطون على الشباب حتى يعني صور طفل عمره 16 سنه يعذبوه، يخلون الجقاره بجسمه ويشلعون اظافيره ويضربوه بسكاكين حتى شنو، ويخلوه يعترف على اشياء ويسويها. زين هذول شنو؟ هذول شنو البشر؟ واضح يعني وهذا هو الاسلوب، اسلوبهم في اداره الدوله واسلوبهم في الحكم. لون الثوره حتى اولها وهاي تاليها. نعم. حكم من البلد وما شبعوا من القتل ولا من الفلوس. ابقي معنا دكتوره ذكرى عبد الصاحب، ساعود اليك ايضا دكتور رافع. يعني هناك من يرى ان الميليشيات تريد من خلال حادثة أو محاولة اقتحام السفارة الأمريكية إدخال أو جر العراق إلى حرب بالوكالة. يعني هذه الحرب بالوكالة هل ستكون ربما طوق النجاة بالنسبة للطبقة السياسية وللميليشيات المرفوضين من قبل العراقيين، المرفوضين من قبل ثوار ثورة تشرين؟ هل هو حبل النجاة بالنسبة لهم؟ لأن هذا الحديث حديث إيران حقيقة، إيران هي تريد العراق ساحة لتصفية خلافات، هذه حقيقة، وقالتها وقالها خامنئي وقالوها كل المسؤولين الإيرانيين، وقالها السفير الإيراني السابق، قال إنه إحنا نصفي حساباتنا مع أمريكا على الساحة العراقية على أرض العراق، هم يريدون العراق ساتر أمامي لمشروعهم، مشروع تمددهم، توسعهم، هيمنتهم على المنطقة، مشروعهم النووي، اي مشروع يكون عندهم، مشروع اقتصادي، سلب العراق كل امواله، سلب خيراته، سلب قدراته، هذا كل سواتر بالعراق وبسوريا وغير مكان تدافع عنهم، هذه الحقيقه. وما جرى هذه في السفاره، ما وهذه الميليشيات بهذه الطريقه تتحرك بالعراق، تسيطر على الناس وتقتل وتذبح، هذا جزء من عندها. لماذا عادت ايران التظاهرات في العراق من اول يوم؟ لماذا خرج خامنئي بنفسه لكي يشتم المتظاهرين، يعتبرهم مشاغبين، ويدعو يقول المخلصين في العراق عليهم ان يتصرفوا مع هؤلاء المشاغبين؟ لماذا؟ واضح يعني، وهذه يتصرفوا معهم يعني ماذا؟ قتلوهم. هذه هي الحقيقه.
فلذلك هذه دماء كل الشباب اللي راحت هذه فيها يعني بعنق إيران. هذه حقيقة، وهذه الحكومة ومجلس النواب هذه كلها مملوكة لإيران حقيقة. وهذه المنطقة الخضراء اللي يعني يتفاخرون بها، هذه الغبراء، هذه منطقة إيرانية الحقيقة، وثبت بالتظاهرات هذه الأخيرة ثبت أنها منطقة إيرانية. فتحت الأبواب للميليشيات ودخلوا الميليشيات يمرحون ويسرحون كما يشاؤون ويحرقون ويتصرفون بأريحية، لا أحد يعني يستطيع أن يمنعهم. وشفنا تحدثنا قبل قليل عن فيديو اللي يتوسلون بضباط كبار، يتوسلون بأعضاء من ميليشيات يعني ميليشياوي صغير يتوسلون به لكي يبتعدوا قليلا فقط. هذه قضية غريبة عجيبة. أنت كيف تحترم قواتك يعني كيف تحترم حكومة؟ قائد عام يقول أنه لديه قوات وزير دفاع وحكومة، لا تستطيع أن توقف الميليشيات، لا تستطيع أن تحافظ على منطقة، لا تستطيع أن تحافظ على أمن السفارة بغض النظر عن السفارة الأمريكية. أنتم مو تقولون إحنا دولة وكو سفارات واحترام السفارات واحترام علاقاتكم بالخارج، كيف يمكن التصرف بهذا الشكل؟ ثانيا، إذا كانت هذه هم يقولون أنه هذه الميليشيات تابعة للحكومة، هي جزء من القوات الأمنية، كيف يمكن تفسير أن قوات أمنية تابعة للحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، تضرب قوات أو تضرب معسكرات للجيش العراقي؟ يعني ضربتها معسكرات للجيش العراقي قبل الضربة الأمريكية، معسكرات للجيش العراقي فيها قوات أمريكية، والقوات الأمريكية هذه الحكومة تقول نحن معهم في يعني باتفاق، إحنا بموافقتنا ذولا موجودين هنا. طيب كيف يمكن لقوات تابعة للحكومة أن تضرب معسكرات تابعة للحكومة وهي بأمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ عملية مضحكة. إذن هذه القوات، هذه الميليشيات لا تابعة للحكومة ولا تابعة لأحد، والحكومة والبرلمان وكل هذه الترتيبات تابعة للميليشيات، وهي حكومة ميليشيات. هذا واقع الحال، أثبتتها هذه الحادثة اللي سبحان الله اللي كشفتهم تماما. وهذا يعود الفضل كله للثورة، يعود الفضل لهؤلاء الشباب، هاي تضحياتهم، هاي دماءهم، هي اللي كشفت هاي الوجوه. طيب دكتور، ألا ترى أن في الأمر موضوع ربما غامض؟ الأمريكيين هل هم بحاجة لمبررات لكي يعني يستقدموا مئات الجنود مرة أخرى؟ يعني لماذا في ظل تظاهرات تشرين الحديث عن مئات الجنود أو 100 جندي أمريكي سوف يستقدم إلى العراق؟ هذه قضية لهم علاقة بحماية سفارتهم، هذه قضية أخرى. لكن أمريكا هي بيت الداء، هي الأساس، هي من جاءت واحتلت العراق وتحت مظلتها دخلت إيران وشكلت ونمت وقوت هذه الميليشيات، والميليشيات هذه قاتلت تحت المظلة الأمريكية، ترى تحت الحماية الأمريكية. الآن يشتموها وأمريكا شيطان أكبر، ما هي أنتم جئتم بالقطار الأمريكي، وأمريكا هي من شكلتكم هذه الميليشيات، وهي من دافعت عنها، وهي من أسستها، وهي من رعتها. وهذه كذبة كبيرة. الآن شيطان أكبر وشيطان أصغر، هذا التناكف والتدافع، وتخادمت أمريكا وإيران الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر على أرض العراق منذ 2003 لحد الآن. أكثر. هذه حقيقة، وحتى قبل 2003 كانوا يتخادمون. إذن هذه التحذيرات الأمريكية لمواطنيها بعدم السفر إلى العراق، كيف تنظر إليها؟ هذه لها دلالات كبيرة جدا، لأنه التحذير ليس فقط للمواطنين، تحذير حتى للشركات الغربية. قالت إنه العراق غير آمن وغير مستقر. الآن أمريكا تعترف بعد 17 سنة من كل هذا اللي فعلته بالعراق، وهذه الجريمة الكبرى واللي استمرت من 2003 لحد الآن، جريمة كبرى، والتعاظم هذه الجريمة، والشعب العراقي يدفع دم، وهذه قلناها ونقولها أكثر من مرة. نحن لدينا 3 أنهر، ليس دجلة والفرات فقط، ونهر الدم العراقي يعني يجري بقوة من عام 2003 لحد الآن، نهر دم يدفعه أهل العراق وأرواحهم وممتلكاتهم وكراماتهم وكل ما عجهم من خيرات كلها تدفع بسبب هذا الاحتلال. وهذا ما جرى. الآن أمريكا بعد كل هذه السنوات تقول أن العراق غير مستقر وغير آمن، وتدعو الشركات الغربية بشكل واضح غير مؤمنة على نفسك. فإذا العراق الآن في أخطر مراحله. الآن من جاء بهذه الميليشيات؟ من وضع العراق في هذا الموضع؟ هي أمريكا المسؤولة،
المسؤول الأول عن هذا الوضع أمريكا، عليها أن تعترف أنه هي من ارتكبت هذه الجريمة أولاً. إيران دخلت تحت مظلتها، وما كانت إيران ستدخل إلى العراق إلا لولا أمريكا والمظلة الأمريكية. هذه الحقيقة، وهذه الأحزاب، وهذا الفساد، وهذا الخراب. هم أرادوا بلداً ضعيفاً، وهذا الذي حصل. لكن سبحان الله طلعت هذه الثورة لتعيد وجه العراق مرة أخرى، لتعيد للعراق الأمل في غد جميل، في غد نتخلص به من كل هذه القاذورات. هذه الحقيقة هي، فمن يتحمل المسؤولية؟ لذلك هذه التظاهرات، تظاهرات في ساحة التحرير وفي المدن العراقية، عندما تهتف تشتم إيران وتشتم أمريكا، هذا المشروع الوطني، هذا المنطلق الوطني. بس أنا عندما لا يكون منطلقي وطني، أروح أقف قدام السفارة أشتمهم بنداءات إيرانية بما يلبي السياسة الإيرانية، يخدم السياسة الإيرانية، مو يخدم العراق، ما لي علاقة بالعراق، بالعكس ينكل بالعراقيين. هذا الفرق. وأنا لدي تحفظ، يعني جرى الحديث اليوم حقيقة، وكأننا نقارن بين تظاهرة، لا توجد مقارنة حقيقة، هذه غير مقبولة. هذه ليست تظاهرة، هذه فعالية ميليشياوية تريد توجيه رسائل، وهناك ثورة، تظاهرات وثورة. نعم. فلا يمكن المقارنة بين الاثنين، مستحيل ولا يمكن، وهذه قضية يعني غير مقبولة. نعم. دكتور ذكرى، ما هو المطلوب من تظاهرات تشرين حتى تبقى تظاهرات عراقية خالصة، بعيدا عن هذه المحاولات وهذه المسرحيات التي تحاول تمريرها إيران وكذلك أتباعها في العراق؟ نعم، أولها هي الثبوت على القيم، أنه نحن ثابتون على قيمنا وثابتون على مطالبنا. ثم التصعيد طبعاً جداً مهم، لأنه ربما يوصل لصوتنا، وإحنا نحتاج صوتنا أن يصل إلى الرأي العام العالمي ولهيئة الأمم المتحدة وبقية المنظمات العالمية. أيضاً نحن نحاول أن نبتعد عن هؤلاء الناس الميليشياويين والذين هم عديمين إنسانية صراحة، لا يمتلكون أي ذرة من الإنسانية، لانه ناس متخلفين. يعني حضرتك لاحظت انه اثناء، ولو انا اطلع الموضوع لكن خلي يعني اكو نقاط ضروري ان لاحظها حتى نبين انه هذه كذبه، انه هاي تظاهراتهم كذبه كبيره. انه لما يطلعون على اعتبار يرجمون الشيطان بحجار بحجر، يعني زين ليش احنا نعرف الميليشيات عندهم عتاد قوي، وهم اللي كانوا يقاتلون داعش، يعني عتاد هالقوي، ايش معنى ما طلعوا سلاح؟ ليش بيضربون بالطابق والحجار؟ يعني شيء ما يشبه شيء، امورهم عجب. نعم، فنحن ان شاء الله ماضون في طريقنا وبياناتنا ماشيه بالنسبه لتثقيف وتوعيه المتظاهرين جميعا بالنسبه يعني تنظيمات اللجنه، ونحاول اي شيء يدعم الثوره، اي شيء يعني ينجح ثورتنا، احنا ماضين به على ان نحافظ على بلدنا وعلى وطننا وعلى لحمتنا وعلى لحمتنا الاجتماعيه اللي هي متكونه من الدين الاسلامي. يعني ما اقول الاسلام طرف، لا، الدين الاسلامي ايضا، الدين المسيحي والوهابي والازيدي والشبك والى، يعني من هاي الطوائف اللي هي تشكل اللحمه العراقيه الجميله. نحن نحافظ على بلدنا من كل شيء يسيء الى وكل إن شاء الله. رب العالمين معكم، ورب العالمين مطلع على كل شيء، وهو من يقف معكم، وهو من يساندكم ويساند الحق. نعم. دكتور رافع، وزير الخارجية الأمريكي بومبيو وصف العامري والخزعلي بأنهم إرهابيون، هل نستطيع أن نقول أن هناك خلال المرحلة المقبلة ربما تحول في التعامل الأمريكي مع إيران، وإن كانت الأسباب مختلفة، كأن كان يعني الاتفاق النووي أو غيره من الضغوطات؟ يعني ليش هي أمريكا هسه الآن عرفت ذول إرهابيين؟ ما هي من البداية تعرف أنه وهي تصدر قوائم بأن هؤلاء إرهابيين، تعرفهم إرهابيين، وتعرف أبو مهدي المهندس مصدر عليه أوامر، يعني من ضمن القوائم هو إرهابي، لكن يفتر في كل مكان ويمهم من السفارة، لا يفعلون له شيئا، ويقاتل معهم. وقاسم سليماني ايضا ارهابي، هم مسجل بالقوائم، لكن هو يقاتل معهم ومستشار وما اعرف منه، ويقود قوات، وهم يعرفون بدخوله وخروجه. هذه ليست قضيه جديده. اما امريكا الان تقول ذولا ارهابيين، فهذا شيء مضحك مبكي. الان تقول عليهم ارهابيين، ما الشعب من 2003 لحد الان يقول هم انتم جبتوا لنا الارهابيين. هو العراق وين كان يعرف الارهاب؟ وين كان يعرف هذه الوجوه؟ من بعد الاحتلال. وين كان يعرف هذه الميليشيات؟ وين كان يعرف هذه العصابات؟ وين كان يعرف هذا الانفلات وهذه الفوضى لولا امريكا؟
في أمريكا الآن عندما النار مست ذيالها عرفت أنه هذول إرهابيين، الآن ذول إرهابيين ماشي، طيب إرهابيين تصرفي معهم، أنتم متصرفون وتتهمون العالم في كل الدنيا وتلاحقوهم في كل مكان الإرهاب تلاحقون، وأنتم عندكم يعني قانون ضد الإرهاب والأمم المتحدة جيشتوها والعالم كله جيشتوه في حربكم ضد الإرهاب، ومفردات الإرهاب هم الإرهابيين، إذا كانوا ذول إرهابيين مثل ما تصفوهم عالجوهم عالجوهم، وكل هذا ما يتبعهم وكل ما يرتبط بهم هو إرهابي، لأن القائد إرهابي، فكل جماعة اللي مؤيدة له والتي تقاتل تحت لواءهم إرهابيين. هذا يعني مو هذا توصيفهم للإرهاب، هذا التوصيف الأمريكي للإرهاب. طيب الآن عالجوهم، أنتوا تصفونا إياهم، يعني مثل ترامب يقول يعني الأهل العراق الآن وقتكم أنتوا الآن يعني حتى تحصلون حرية، يعني هاي هي هو هذا اللي عليكم؟ ذول المتظاهرين اللي طلعوا قدموا كل هذه الدماء الطيبة الزكية هذه، كل هذه التضحيات ويعيدون، هم ما كانوا يعولون على أحد، لكن أيضاً هم يريدون يوصلون صوت العراق كله إلى العالم كله، ليطلع العالم على أي كارثة جابتها أمريكا، وبالتالي العالم كله يقف معهم، لأنه محتاجين العالم يقف معهم ضد هؤلاء البغاض، ضد هذه العصابات، ضد هذه الميليشيات، ناس مسالمين وسلميين لا يرفعون سلاحاً، وهذولا مدججين بالسلاح، يحتاجون العالم أن يقف معهم، أن يمنع هؤلاء، أن يحد منهم، أن يضعهم في السجون، أن يحاكمهم، هذه الحقيقة يحتاجون العالم. إذن هذه التظاهرة، هذه الثورة تحتاج هذا العالم، تحتاج أن يقف معها من أجل تحقيق ما يتحدث بما يدعيه من أنه هو يعني يحترم حقوق الإنسان، يحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيره، هذا الشعب يقرر مصيره. الآن هذه الثورة شعارها واضح، هذا مصير العراق، مصير العراق أن يتحرر وأن يستقل ويريد وطن، هذا الصوت الواضح يجب أن يقف العالم كله معه. هذه الأمم المتحدة اللي ظلت تدلس وتكلس وتشتغل مع هذه الحكومات وكأنها جزء من عدها طوال 17 سنة، عليها أن تقف عند حدها وتقف مع الشعب الآن، على أمريكا أن تقف مع كل الدنيا، على الاتحاد الأوروبي، على العالم كله أن يقف مع هذه الثورة، يعني لأنه بقاء هؤلاء الميليشيات وهذه الصورة التي انكشفت وأمريكا وصلت بها الحال، تقول العراق غير آمن وغير مستقر ويا شركات أجنبية انهزموا وإرهابيين ذولا وصلت لهذا الحد، إذا يجب أن تعالجوه، تتركوه للعراق، إذا هذا العراق اللي دمرتوه أنتوا اللي وصلتوا لهذا الحال، عليكم أن تعالجوا هذا وتقفوا مع شعبه. إذا دكتور، هذا الأمر من خلال يعني تحليلكم ورؤيتكم، هذا معناه أن أمريكا تريد أيضا تمرير حلقة من حلقات تدمير العراق من خلال هذه المرحلة، يعني بجعل الأمر أو رمي الكرة بملعب الثورة السلمية والتي ستبقى سلمية. هذا اللي نتحدث به دكتور سمير، نتحدث بهذا الحديث، نقول أنه أمريكا وإيران يتصارعون، عندهم مناكفات، عندهم صراعات على أرض العراق، من يدفع الثمن هو أهل العراق وشعب العراق والوطن العراقي، هذه الحقيقة. يعني دكتور، لا أمريكا يهمها شعب العراق ولا يهمها العراق بقدر ما تسلب كل موارده، ولا إيران يهمها شعب العراق ولا العراق بقدر ما تسلب موارده وتجعل ساحة لتصفية خلافاتها مع الآخرين، هذه الحقيقة. لكن هذه الثورة ستجبر العالم، ستجبر العالم أن يأتي صاغرا. نتحدث عن هذه النقطة، النقطة الحاسمة التي تجعل العالم مجبر على أن يقف مع الثورة، ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام. أمريكا دعمت نظاما وبنته وهيئته، وهي الآن إلى الآن تدعمه مع وصفه ووصف رموزه ووصف الميليشيات بأنهم إرهابيون، مع ذلك هي تدعمهم. الأمريكيون موجودون في العراق والإيرانيون موجودون، وكلاهما يطلب من الآخر احترام سيادة العراق، والثورات السلمية مستمرة ومتواصلة. إذن هنا النقطة الحاسمة للمجتمع المدني هنا لكي يأخذ دوره الحقيقي للوقوف إلى جانب الشعب العراقي، كما ترى أن الثورة تظاهرات سلمية ومواطنون بعمر الشباب يقتلون هكذا بالآلاف بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي، مع ذلك هي متواصلة الثورة. نعم، لكنها ستنتهي، هذه القضية لن تستمر. أنا قلت لك أن العالم سيجبر، سيأتي صاغرا. نعم. أمريكا نعم جاءت بهذا النظام وتدعم هذا النظام والعالم كله يدعمه، بس أمريكا حتى نعم. الأمم المتحدة، لكن عندما يخرج الشعب بإرادته، هذه بكل إرادته بكل صنوفه،
شعب بمنظماته بشبابه بنقاباته بكل مكوناته، الشعب كله ضد هذه العمليه. فانت لديك عمليه سياسيه ولديك احزاب وميليشيات، كم عددهم؟ 5 ملايين، انت لديك 40 مليون عراقي ضد هذه العمليه. بالطبع. فانت بالتالي ستجبر. هذا النظام اللي اسسته امريكا ما عاد له رصيد، حتى هي تتخلى عن رصيده الان، تنزل من مركبه لازم ينزلون من مركبه، البقاء في هذا المركب ستحترق. هذه إرادة الشعب في النهاية هي التي ستنتصر. لا يمكن هذا التطور الطبيعي للأمور، التطور الطبيعي للثورات. وماكو ثورة كانت سهلة، وماكو ثورة ما قدمت تضحيات، وهذه جزء من تضحياتها. ثورة صعبة، تضحيات كبيرة، نعم لا أحد يأس من هذه القضية. ستقدم الثورة قدمت وستقدم تضحيات أكبر، لكنها ستحقق أهدافها، وسيجبر العالم على احترام إرادتها ويقف معها، اقتنع أو ما اقتنع. أمريكا ما مقتنعة نعم، لكنها ستجبر على الوقوف معهم، ستجبر على الحياد معهم، ستجبر على التخلي عن هؤلاء. بالنهاية سيتخلون كلهم عنهم وسيبقون لوحدهم، وستطاردهم كل الدنيا. هذا واقع الحال، وهذه الأهداف، وهذه نهاية الثورة. إذن دكتور، أخيرا، فشلت كل المحاولات لتشويه صورة ثورة تشرين السلمية، فشلت كل المحاولات لإظهار هذه الثورة على أنها ترتكب جرائم من خلال يعني مسرحية الوثبة، الآن مسرحية اقتحام السفارة. هل تتوقع أن تقوم إيران بمحاولات مشابهة في المرحلة المقبلة مع استمرار زخم هذه التظاهرات؟ نعم. يعني لذلك نعترض على كلمة فشلت كل، لا مو الكل، لأن المحاولات موجودة، المحاولات مستمرة، وهذه الثورة تواجه طاغوت، فهذا الطاغوت لديه وسائله ولديه محاولات مستمرة، قدم كثير من المحاولات وفشلت، لكن هو في جعبته أيضا محاولات كثيرة لكنها ستفشل. هذا الوعد اللي تقدم الثورة بتضحياتها، بإصرارها، بثباتها، بهؤلاء الشباب، بوعيهم، برؤيتهم، بتصميمهم، بإرادتهم، بمثل ما يقولون قفلهم على القضية، قافلين على القضية، هذا الذي يوعد هذه المحاولات بالفشل. المحاولات ربما ستزداد شراسة، تزداد تنوع، لكنها ستفشل بالتأكيد، لأنها تواجه هذا الإصرار، هذه الإرادة الحديدية، هذه الإرادة اللي يعني عمدت بدم دم دم الشباب، هذه اللي قدمت كل هذه التضحيات، هذه التي يعني تعد بإفشال كل محاولات، والمحاولات مستمرة والمحاولات كثيرة، والثورة ما زالت في طريقها وستصل إلى أهدافها إن شاء الله. إذن في ختام هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين، أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. حياك الله. ونشكر شكرا جزيلا ضيفتنا عبر الهاتف من بغداد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. شكرا جزيلا لك دكتورة ذكرى. إذن تتواصل مشاهدينا الكرام تغطياتنا الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين السلمية. إلى لقاء آخر، في أمان الله.